دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخيرات دكتور مجدي، إلى أين ترانا قد وصلنا في مصر في علاقتنا بهذا الفيروس؟ احنا الحمد لله وضعنا متقدم جدا، الحمد لله، مقارنة بدول العالم احنا متقدمين جدا في السيطرة ومكافحة الفيروس كورونا كوفيد 19. اي، ومعدلات الشفاء عندنا مرتفعة جدا، ومعدلات التعافي مرتفعة، ومعدلات الوفيات منخفضة جدا حسب الاحصائيات العالمية. وإذا قارنا بيننا وبين مثلا دولة عظمى زي أمريكا هتلاقي الأرقام هناك مهولة وفظيعة وعشرات أضعاف المعدلات المصرية. صحيح صحيح. طيب دكتور مجدي، يعني إحنا دلوقتي عندنا حوالي 30 لقاح في مراحل مختلفة من مراحل التجارب السريرية، في بعضها في المرحلة الأولى، بعضها في المرحلة الثالثة، بعضها أعلن عن قرب إنتاجه، والنهاردة رئيس مجلس الوزراء أكد أنه هيبقى فيه حصة لمصر يعني كبيرة، هيبقى فيه 20%، بس نصل إلى لقاح نكون فعلا العالم كله أكد بسلطاته الصحية يعني أنه فعلا آمن وأنه فعال. أحب أعرف تعليق حضرتك على أعدنا طبعا في الحكومة المصرية أنها حريصة طبعا على صحة المواطنين، والقيادة السياسية وتحرص على حماية المواطنين من أي فيروس سواء كورونا أو غيره، ولنا خبرات سابقة بفيروس سي إزاي إحنا وصلنا إن إحنا نقضي عليه، وده كان أول مرة في العالم 100 مليون صحة ما كانتش مسبوقة قبل كده. حاجة ثانية، إن العالم كله بيقول دلوقتي في صراع محتدم لإنتاج لقاحات. الصراع ده أحيانا بيدخل في صراع البيزنس والاستحواذ على الأسواق، والصراع السياسي كمان يا فندم، الصراع السياسي لانه اللي هيملك انتاج اللقاح قد يحكم العالم. ادي واحده. الحاجه الثانيه، الصراع كمان بين الدول الكبرى اللي فشلت في فشل بعضها فشل ذريع، احترامنا امريكا مثلا فشلت، وروسيا برضو معدلاتها رهيبه. فالدول دي امام الجمهور العالمي وامام الجماهير المحليه فشلت في السيطرة على الفيروس، فبالتالي يتمنوا ان هم يوصلوا للقاح لتعويض الخسارة الشعبية. واحد، اثنين، الاستثمارات العالمية دلوقتي حتى هذه اللحظة قدامي 7.5 مليار دولار، حجم المبيعات المتوقع 100 مليار دولار هيبقى في الفيروس ده، واحتمال يوم ما الفيروس يعني يكون التطعيم نزل او اللقاح نزل ميبقاش في حاجه له، يكون الفيروس خلاص حقيقة فيه على وشك الاختفاء من كوكب الارض. عشان كده برضو عايز اسال حضرتك عن الانفلونزا الموسميه وكيفيه الاهتمام بيها، والدكتور مصطفى مدبولي النهارده اكد مشكور. عفوا، هو الرقم ال 20% كان خاص بالانفلونزا الموسميه، انا تذكرت بانه اهميه بقى ان احنا نطعم ضد الانفلونزا الموسميه لالا حضرتك تكلم. هو ساعات معالي رئيس الوزراء خايف من يكون في تحالف بين فيروس الكوفيد 19 والانفلونزا زي ما الناس كلها خايفه في العالم. أيوة. ان شاء الله يعني نتمنى ان احنا نسيطر عليه. فهيوفروا تقريبا 2.5 مليون جرعه للفئات الخاصه اللي هم الامراض المزمنه والمسنين ومرضى الرم. أيوة. والحوامل وهكذا يطعموا. بس انا عايز اقول المرحله الاولى في العالم دلوقتي عندنا 20 تطعيم، المرحله الثانيه 13، المرحله الثالثه هذه اللحظه 8 8 في المرحلة الثالثة السريرية اللي هي بتعتمد على آلاف. بس لو نجحنا ان احنا نعمل 2 أو 3 من التطعيمات دي ان شاء الله هتفيد البشرية بشكل عام. عايز أكد مع حضرتك على نقطة، كلام حضرتك بيعني انه هيبقى في تطعيم اجباري او يعني مش اجباري، لكن على الاقل انه هيبقى في اهتمام ضروري ان احنا ما نخشش بقى الشتاء والانفلونزا تيجي زي ما تيجي، وخصوصا لضعاف المناعة. هو طبعا قدامنا احنا خايفين من الانفلونزا، فالناس اللي عندها ربو واللي عندها حساسيه صدر واللي عندها بيدخنوا يبطل التدخين لو سمحت، واللي عندهم امراض رئويه مزمنه، والناس اللي عندها مشاكل في المناعه بشكل عام، والحوامل، وكل اللي عندهم سمنه وزي وزن زايد، وكل الامراض المزمنه قلب وسكر وضغط، وكل دول كلهم دول بنسميهم الفئات الخاصه اللي تهدد بالانفلونزا وتهدد باي فيروس تنفسي اخر، فدول هيطعموا. واحد، اثنين، ان احنا لازم برضو كلنا طبعا اشكركم، وانا سمعت التقديم اللي قبلي اللي هو انتوا بتقدموا دلوقتي مشكورين حاجه اسمها التطعيم الثقافي. التطعيم الثقافي ده اكثر جدوى ونفعا ويسرا ومتوفر دلوقتي، ان الواحد بسيط ما كانش واخد باله وماشي دلوقتي راكب توك توك، راكب اي حاجه سياره مروح، وواحد قاعد دلوقتي بيسمع في البيت ولا حاجه يسمعه تطعيم ثقافي. يعني تطعيم ثقافي 4 حاجات، ان احنا نغسل ايدينا كويس
على قدر الامكان قبل لمس الانف والفم والعين، ان احنا يبقى عندنا كمامات لازم نستخدمها اما نكون في اماكن مزدحمه او اماكن قريبه من الناس. ثلاثة، ان احنا نعرف ان تباعد اجتماعي، وانا بزود على منظمه الصحه العالميه مش متر، خليها مترين لو سمحتوا مش متر. الرابعه ان احنا نعزز مناعتنا. تعزز مناعتنا يعني ايه؟ يعني انا نظام غذائي احسن وعادات صحيه اكتر. انا هكلمك دلوقتي وعلى طول حنام، يبقى النوم المبكر والاستيقاظ المبكر وممارسه الرياضه والحركه، وانا بكلمك كمان بتمشى، انا بتمشى عشان امشي نفسي عشان برضو اكسب رياضه. يبقى حاجه مهمه جدا ان احنا ناكل صح ونبطل الاكل الغلط، الاكل الغلط اللي هو الاكل الغربي اللي طغى على المائده المصريه. نرجع تاني للمائده المصريه بتاعتنا الشهيره الفرعونيه بتاعت اجدادنا. هي دي اللي ترفع المناعه. انا بشكرك جدا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، وكفايه بقى ما نطولش على حضرتك كده عشان ما نبوظلكش روتين اليوم. الاتحاد